نهاد قلعي ممثل وكاتب سوري. اسمه الحقيقي نهاد قلعي الخربوتلي. ولد سنة 1928 وهو فنان سوري ظهر مع بدايات التلفزيون السوري. عرف بلقبه الفني حسني البورزون. عمل في السينما والمسرح والتلفزيون. له عدد من الأفلام السينمائية والأعمال المسرحية والمسلسلات. ألف مسلسلات عديدة منها صح النوم، حمام الهنا، ومقالب غوار، والعديد من التمثيليات على المسرح مثل مسرح الشوك وسهرة مع أبو خليل القباني. انتسب إلى مدرسة البخاري الابتدائية وبدأت موهبته بالبروز وقتها، وصقلها الأستاذ عبد الوهاب أبو السعود الذي كان يعد المسرحيات المدرسية ويدرب الطلاب على أداء أدوارهم. في غضون ذلك أسند الفنان وصفي المالح دوراً صغيراً لنهاد في مسرحية مجنون ليلى. عند انتهاء دراسته الثانوية قرر الالتحاق بمعهد التمثيل في القاهرة، إلا أنه قبل سفره بأيام تعرض لسرقة نقوده مما أجبره على ترك السفر والعمل في دمشق. عمل مراقباً في معمل للمعكرونة ثم ضارباً للآلة الكاتبة في الجامعة، ونقل بعد 6 سنوات من العمل إلى وزارة الدفاع، واستقال بعدها ليعمل مساعد لمخلص جمركي طوال 5 سنوات إلى أن عمل لحسابه الخاص. انتسب نهاد إلى استوديو البرق سنة 1946 وشارك بتقديم مسرحية جيشنا السوري. وفي عام 1954 أسس النادي الشرقي مع سامي جانو والمخرج خلدون المالح، وراح يقدم في المسرحيات أدواراً كوميدية. قدم بين عامي 1957 و1959 مسرحيتي لولا النساء وثمن الحرية على مسارح القاهرة، وأشادت بهم الصحافة المصرية وحاز على إعجاب المسرحيين المصريين. عند افتتاح التلفزيون العربي السوري قدم نهاد مع دريد لحام ومحمود جبر برامج منوعة خفيفة كوميدية، وأولها كان سهرة دمشق عبارة عن برنامج منوعات يتضمن حركات كوميدية. ويتذكر الأستاذ دريد لحام لقاءه الأول بنهاد قائلا: كان في يوم 23 تموز يوليو يوما هاما في حياة الشعبين المصري والسوري عام 1960، يوم افتتاح التلفزيون المصري السوري، ففوجئت من مدير التلفزيون الأستاذ صباح قباني يستدعيني ليطلب مني تقديم بعض أعمالي الجامعية على الشاشة الصغيرة. استهوتني الفكرة وبدأت صلتي بالتلفزيون بدءا من الأسبوع الثاني من بدء الإرسال. كان من المفترض أن يظهر 5 أشخاص، أنا وثلاثة آخرين، وبقي الخامس الذي يصلح للدور وكان موظفا جمركيا اسمه نهاد قلعي. وهكذا التقينا أنا ونهاد. بعد افتتاح التلفزيون بعام واحد وبمناسبة أعياد الثورة عام 1961 قام دريد ونهاد بعمل أوبريت مسرحي اسمه عقد اللؤلؤ الذي لقي استحسان الجماهير، فأعجب المنتج نادر الأتاسي وقرر تحويله إلى فيلم سينمائي وعلى حسابه الخاص. وفي نفس السنة شارك نهاد في مسلسل رابعة العدوية من إخراج نزار شرابي. كان من الصعوبة لنهاد قلعي المسرحي أن يقف لأول مرة أمام كاميرا سينمائية لا شروطها وقوانينها وحدودها، ولكن بمساعدة البروفات ومساعدة المخرج وفريق العمل نجح الفيلم وحقق جماهيرية واسعة. كانت سنة 1967 عاما خيرا على نهاد، فقد كتب المسلسل الدرامي حمام الهنا الذي يتحدث عن حسني البورزون الذي يرث تركة جدته الموجودة داخل الكراسي بينما غوار يوزع الكراسي على الفقراء، لتبدأ أحداث القصة بحثا عن الكراسي والتركة. المسلسل مؤلف من 13 حلقة ومن بطولة دريد لحام ونهاد قلعي ورفيق سبيعي ومن إخراج فيصل الياسي. في عام 1968 قدم نهاد مسلسله الدرامي الثاني مقالب غوار مع دريد لحام وإخراج خلدون المالح في قالب كوميدي ضاحك، حيث يتحدث المسلسل عن منافسة غوار لحسني للغناء في مقهى الانشراح. وقد قدم المسلسل في نسختين، إحداها للتلفزيون السوري والأخرى في تلفزيون لبنان والمشرق، محققا جماهيرية واسعة.
أما آخر عمل لنهاد قلعي كان مسرحية غربة، وتتحدث عن الغربة داخل وخارج الوطن، والتي تعرض فيها لحادث أليم إثر سقوط عصا على رأسه، لتقعده في الفراش وتبعده عن عمله الفني. بعد الحادث الأليم الذي تعرض له نهاد، بقي في الفراش في حالة شلل، لم يستطيع أن يتابع مشواره الفني إلا عن طريق الكتابة للأطفال في إحدى المجلات اللبنانية. أطلقت محافظة دمشق اسم الممثل والكاتب المسرحي نهاد قلعي على حارة في حي المهاجرين بعد 23 عاماً من وفاته، تخليداً لذكراه وتكريماً له على أعماله. بعد اشتداد المرض عليه وفته المنية إثر جلطة قلبية عام 1993، بعد أن ترك إرثاً سينمائياً ومسرحياً وتلفزيونياً حافلاً، حيث كان بجدارة العقل المفكر الأساسي الذي مهد لنهضة التلفزيون والمسرح والسينما في سوريا. فإبداعه في مجال الإخراج والتمثيل والكتابة وإدارة المؤسسات الفنية جعلته عراباً حقيقياً لهذه المجالات التي استطاع من خلالها بجهده الذاتي وجهد بعض الرفاق تشييد الخطوات الأولى للفن في سوريا، تلك الخطوات التي ما زالت هي الأهم رغم تطور الفنون جميعاً، والتي ما زالت ماثلة حتى يومنا هذا في الإنتاجات المعاصرة. تابع أسرار النجوم واشترك معنا في قناة قصة حياة المشاهير.